فانواز حلوة منك. محلاك محلاك يا لميمة. كريم نوازيت فانواز فيها برشا بوفريوا اي سون ويل دو بالم. عسلامة، رمضانكم مبروك، ان شاء الله تصوموه بالصحة والعافية يا ربي. انا رندا الجربي باش نقدم لكم بنت اليوم، كل يوم على قناة التاسعة، البرنامج اللي باش يسهل عليكم الدبارة، باش تلقاو معنا دي غسات من الملح للحلو. معايا دي شيف، معايا شيف اسماء بي، معايا شيف نسرين يعقوبي. اليوم حضرنا لكم ان منيو بنين وسهل. هذه بنت اليوم، اقعدوا معنا. عسلامة شيف اسماء، اهلا وسهلا، مبروك، عايشك دايما. شو باش تحضر لنا اليوم؟ شنو عندنا في المنيو؟ الوغ اليوم عندنا شوربه، بلوتو سامحني، عندنا فلوتي دو ليغوم اكاهو، ومن بعد عندنا شوربه مفوره بالدجاج. داكور، دونك الفلوتي سي كيما البرود، وصف باش نرحيوها احنا من بعد. داكور، ويبدا مش ليكيد برشا، يبدا كوم اون كريم، كوم اون فما لا كوش. من بعد نحطوا شويه كريم فريش، باش نحطوا شويه فرماج. الشوربه المفوره باش تكون ماهيش حمراء برشا وماهيش زعره، ما بين فيش برشا طماطم، فوالا ما فيش برشا طماطم، وبدكم ما فماش كركم، دونك ماهيش مش زعره، ماهيش باش تكون زعره. داكور، باهي، تخي بيان، ظاهر حاجة تشهل، حاجة بنينة. دونك في أسماء توا نمشي نشوف مع شيف نسرين شنو حضرت لنا اليوم. عسلامة، رمضانك مبروك. يعيشك علينا وعليك، إن شاء الله كل عام وأنتي حيك. كل عام وأنتي حيك. عايشك عايشك. ألوغ أنا سهري عليا اليوم، دونك باش نود المتابعين نتاعنا بروسيت بسبوسة تعمل الكيف. بسبوسة بورجواز. بسبوسه بورجواز، اما هو فما شكون يحب يعملها بالاموند ولا بالبيستاش ولا بالنوازيت، هذه يقعدوا من بعد اختيار ليهم هما. دونك هي لوبجيكتيف يكون عندنا دو ا تخوا كولور، ثلاثه طبقات. احنا عندنا بيستاش وعندنا نوازيت. اي من نجمو نزيدو بالطبيعه، نجمو نزيدو حسب اللي موجود ومتوفر عندهم في الدار بالطبيعه. باهي، باش نبداو توا. اول حاجه باش نعملوها باش نطيبوا الشحور نتاعنا ونخليوه يبرد، باش من بعد كي تخرج البسبوسه صحيت نشحروها وهي سخونه. بالنسبه للسيغو باش ولا الشحور باش نستحقوا 150 غرام ماء، زي ما نحطوا هو من الاول. عندنا 300 غرام سكر، وعندنا 5 غرامات عصير نتاع القارص. 5 غرامات معناها عصره شطر كعبه قارص. صحيت هكاك، لا مش شطر، عصره نتاع قارص. نخلطوهم الكل من الاول مع بعضهم، ومن بعد نحطوهم يتيبوا وما عادش نمسوا. اللي عنده ترمومتر في الدار هاكا يخليه يتيب 110. مي سينو لاستوس كيفاش باش نعرفو طاب؟ ما عنديش ترمومتر. هذيك توا من بعد كي يبدا قريب باش يتيب نوري كيفاش. داكور، باهي، شنو باش نعمل توا؟ دونك توا باش نحضرو بخوميييغ كوش. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا السكر، السميد، الفستق، الحليب والكريم ليكيد. وانا بيان سور تنقول لك هنايا علاش باش نحط الحليب وعلاش باش نحط الكريم ليكيد. وكان لاحظت اللي احنا هنايا ما عندناش عظم في الريسيت نتاعنا. داكور. دونك. نعاونك في حاجة؟ ما يسالش. باهي، عندي هنايا جولدينا تنجم تحلها لي، خاطر باش نوزن منها 100 غرام. داكور، دوك عندنا 100 غرام جولدينا. ايوا، هذيك أول حاجة باش نحطو نسخنوها نذوبوها. دونك توا باش ناخذو 100 غرام جولدينا باش نحطوها تذوب، وأونتخ طون باش نعطيو الغوسيت نتاع البسبوسة نتاعنا. داكور. فوالا. وانا اليوم اخترت باش نخدم جولدينا على خاطر تخلي لي التكستور نتاع البسبوسه نتاعي فوندونت. نحطوها تسخن. دونك عندنا شنو عندنا بالضبط؟ عندنا 100 غرام. عندنا هنايا البيستاش اللي هو هذايا 70 غرام بيستاش اون كونتر. 70، داكور. شو انا باش نعملها على طبقتين. ينجموا كان يحبوا يعملوها لكلها بيستاش ولا لكلها لوز والا لكلها بوفريوا. اجا نعطيو توا لي زانغريديون نتاع الطبقه الاولى. باهي، الطبقه الاولى باش نستحقوا 70 غرام فستق. عندنا السكر اللي هو 120 غرام، هذوما توا باش نخلطوهم مع بعضهم ونستناو لين الجولدينه نتاعنا تذوب. باش من بعد نخلطوها بالجولدينه. صحيح، باش نخلطوهم هذوما مع بعضهم بالجولدينه. والسكر الابيض نجموا نبدلوه بسكر محاور باي زومبل؟ لا، بالسكر المحاور لا، انا خاطر نحب نعمل بسبوسه فوندون تبدا تذوب من بعد، فهمت؟ تبدا ما تبداش هكا الشيحه، كان باش نحطوا هنايا السكر المحاور باش تشرب لنا البودغ نتاعنا الكل. داكور. الوغ هنايا الجولدينه ذابت. داكور. باش نصبوها فوق السكر والفستق نتاعنا، وانتخ طون باش نزيد ناخذ 100 غرام جولدينه اخرى باش نذوبها للكوشه الثانيه. الكوشه الثانيه صحيت هكيكا باش ما نضيعوش الوقت.
دونك هذه باش نحطوها هنايا الذوب للدوزيام كوش. دونك صحيح. نذكر سادة المشاهدين احنا شو عملنا توا هنا، حطينا 120 غرام سكر صحيح، عليهم 100 غرام جولدينا، 70 غرام فستق مهروش ولا مرحي. مرحي مرحي، احنا باش نستعملوا المهروش، اما هنا حطينا المرحي. دونك حطينا الفستق المرحي، وباش نزيدوا عليهم توا 25 غرام فستق بات دو بيستاش. بات دو بيستاش، دونك باش نزيدو هذايا البات دو بيستاش. انا راهو هنا باش يقعد لي ديما نحط البات خاطر الزيوت اللي فيها تثبت لي المطعم تاع الفستق ولا تاع البوفليوه، هكا علاش انا نستعمل صحيت يعطي الروح اقوى. دونك وباش ناخذ هنايا ساشي فلور دورانجي وحده بركه باش نخلطها مع السكر والبات. دونك هذايا نتاع فانواز كيف العاده باش يعطي ريحه رمضان، الزهر الزهر والنكهه نتاع بنت رمضان. بنت رمضان هذوما الكل باش نخلطوهم مع بعضهم. والكوشه الثانيه كيف كيف الكوشه الثانيه نبدلو بيستاش بالنوازيت. الكوشه الثانيه باش نبدلو البيستاش بالنوازيت. دونك باش نتفقدوا الجولدجينا. اي ديجا حسها بدا هكا بيان. هذولي كنخرجها نسرين ختي. اي يحطها غاديكا خلي تبرد شويه لو طون احنا شهور سبا ومروحه. اي واضحه مازال ديجا نقص هكا غلوه خفيفه ونقصوا انا شهور عمره ما ينجح لي بالحق. توا نحب نشوف لاستوس كيفاش باش نعرفوا. هي لاستوس انت كي تحط ديجا العصير نتاع القارص من الاول مع السيغو ما عادش يسكر. انا نحطه في الاخر. لا حطه من الاول ما عادش يسكر. ما عادش يسكر ما عادش يصير حتى شيء. هنا باش ناخذوا الكريم ليكيد، دونك عندنا 20 غرام كريم ليكيد، هذه اللي باش تخلي لنا البسبوسه نتاعنا تريا. تبدا هكا صحيح. كي فوندون. صحيح بالضبط. وهنايا عندي 50 غرام حليب باش نخلطوهم مع بعضهم. سهله راهي هذه، لا فيها العظم لا تستحق باتور لا حتى شيء، جوست هكا سباتولو اون بوا وتخلطوا لي زانغريديون الكل في بعضهم. هنايا باش ناخذوا البيستاش كونكاسي اللي هو كيف كيف 25 غرام. باش تحطوا الكل تاو انا في بالي باش تزين بيه. لا لا هذاك باش نخليه تبدا تاكل تحس فما هكا تقرميشه نتاع الفيكيا تبدا موجوده، احنا ماك تعرفش توينسا نموتوا على الفيكيا والفازيت. دونك اخر حاجه هنايا باش نزيدوها السميد، هي لاباز نتاع البسبوسه. صحيح احنا خدمت بسميد الارطب، عندنا 120 غرام سميد ارطب، اما قبل ما نحطوا انا ديجا طيبته حمرته شويه، حمرته على القليه هكا لين ياخذ هكا اللون الاحمر، خاطر هنايا راهي ما تسحقش برشا تيب في الفوق. نخلطوا كل شيء توا مع بعضه. دوك اللي فهمته باش ندخلوا الكوش هذه الاولى اها تشد روحها صحيح، وبعد نحطوا عليها الكوش الثانيه نتاع بالضبط. داكا دونك هنا كل شيء خلطناه في بعضه باش ناخذوا المول نتاعنا ونحطوه، من بعد ندخلوها تيب 10 دقائق على 170 درجه. 10 دقائق الكل في الكل ولا هذيك هاو؟ ليه حتى نكملوا نخلطوا عليها دوزيام كوش. داكا دونك انا اخترت باش نخدم بالمول هذايا نتاع الهلي. مي سينون شنو المول اللي عنده كادر 20 سور 20 ينجم يخدم عليه، سينون سيركل ديامتر 20. كان عندك انت كم تاع التارت ولا تاع الطاجين ولا حاجه يبدا فيه 20 سنت يخدموا فيه. وتجي عاليه باهيه. تجي عاليه وامورها واضحه، هنا مانيش باش نستحقوا لا خميره لا عظم لا حتى شيء، باش ناخذوا بروميير كوش هذايا اللي حضرناها بسم الله ونصبوها الكل، ندخلوها تيب. ونفس الحكايه مع الكوش الثانيه اللي هي لي زانغريديون تاعها، عندنا 25 غرام بات نتاع بوفريوه، 25 غرام بوفريوه مهروشه، 120 غرام سكر، عندنا وحده ساشي فلور دورانجي، وعندنا سميد 130 غرام سميد بالطبيعه يكون طايب من قبل معناها نحمروه على القليه شويه صحيت، وعندنا 50 غرام تاع حليب و20 غرام كريم ليكيد. كان ما فماش كريم ليكيد ومقطوعه ولا حاجه تجمعوا الكونتيتي الكل تعملوها بالحليب. باهي ما يسالش. باش نحاول انا نستوي الكوش الاولى نتاعي على كبر المول بنفس الطريقه كان باش يخدموا هما بمول كاغي والا لازم تبدا والا اي حاجه مدوره اللي موجود ومتوفر عندكم في الدار. المهم الريسيت هذه تمشي لكم يا في كادر 20 سور 20 والا ديامتر 20. ديامتر 20 صحيت. حاولوا نستيوها باش من بعد تجينا مرتوبه، هي هاك ترى فيها عاقده ماهيش هكا اللي ليكيد فهمت. اون بلوس كل شيء طايب راهو، جوست السكر هنا باش يتحل ويشد روحه باش تشد روحها هكا هاو كل شيء صحيت. طيب كل شيء طيب. عظم عنش... لا لا حتى السميد انا طيبته من قبل، فما شكون اللي ما يحبش يطيبه معناها ما يحبش يحمره تاخذ اكثر وقت في الفور صحيت، اما انا طيبته خاطر نحبها من بعد تبدا كيما الفوندون
داكوغ شيف سيسينا نخليك تحط هذه في الفور اي كوش لولا وانتر تون تحضر الطاوله اللي هي كيف كيف كي هذه هكا تشد روحها تو نعيط لك تجي تكمل تشوف شيف اسماء ان شاء الله ما طولتش عليك مرحبا عايشك دونك باش نبداو توا بالشربه نبداو بال فوره فوالا شنو باش نعملوا احنا توا انا ديما شنو اللي نعمل اول حاجه كي بدا عندي دجاج اول حاجه نعملها نفوح الدجاج ونخليها هكاك ماريني شويه داكوغ الوغ ناخذوا مغرفه صغيره دونك هوني عندنا دو كويس فوحوه ملح فلفل اكحل ملح فوالا مش برشا خاطر من بعد باش نفوقوا الصوص نتاعنا حطوا شويه ملح مش برشا شويه فلفل اكحل شويه زادا كيف كيف مش برشا دا كده تفريحه الاولى ولا باش تزيد تفوح باش نزيد نفوح من بعد الصوص دا جوست هذا الدجاج باش فوالا خاطر نحب انا نفوحو يقعد هكاكا تو نوريك من بعد لاستوس اللي نعملها انا شويه ثوم مش برشا هلا نرجع على روحو عندنا شويه فلفل مهروش كيف كيف شويه للي يحب موزوز واللي يحب حار يحط بالقدا انا هوني نعملوها موزوزه ايزي فيه البركه رمضان ما يلزمش برشا حار يعطيك الصحه وسي بوغ سا انا اخترت من بعد شوف شنو اللي باش نعملو في الجاري اللي هو الفيلوتي خاطر ماك تعرف صيام ونهار الاولاني العباد تبدا متقلقه دونك اخترت هكا نعمل حاجه خفيفه فوالا لا فيها لا لحم لا دجاج لا حتى شيء دونك هذا سي بون نحطو شويه زيت مش برشا هلا نخلي هوني هكا دونك الدجاج يرتاح باش يدخل فيه اللفاح نتاعو ماك تعرف انت الدجاج فيه زعما يطيب دونك توا حطينا الملح فلفل اكحل شويه ثوم فوالا حطيت شويه زيت حطيت شويه زيت بيان سور وفلفل شايح فلفل شايح وفلفل زينه دونك لاستوس هذايا الدجاج كي تفوح وتخليه يجي ابل يشرب اللفاحه نتاعو بالكدا هو فيه يطيب الدجاج دونك يل فو ميو نخليه في الماريناد نتاعو ويقعد على روحه هكا دو كوتي توا نقليو البصل فوالا توا شنو باش نعملو باش ناخذو الطنجره نحطو فيها الزيت ميرسي الوغ توسكي هكا حاجه بات ميساش كي نحطو الزيت بزايد شويه ما يقلقش مش كيما المرق انا المرق ما نحبهمش يبداو هكا زيتين سورتو في رمضان فوالا حط البصل توا لا انا شنو باش نعمل توا باش نخلي الزيت يسخن شويه عندك كل شيء تقليه مش في البارد لا مش في البارد باش ناخذ قرن الفلفل ناخذ سكينه شويه ملح نشقوا شويه هكا بيان سور نقليو نحطوا شويه ملح هلا نستناو الزيت يحمى شويه وبعد نخرجوا القرن الفلفل بيان سور بعد ما نقليوه نخرجوه نستناو شويه خاطر علاش نعملو هكا الفلفل يسيب البنه نتاعو في الزيت انا نعمل لاسبيس هذه في الكسكسي هو توسكي هكا حاجات كسكسي في الشوربه في النواصر ماذا بيك تقلي الفلفل يعطي بنه اخرى بون انا كان في المقرونه ما نحبش الفلفل المقلي نحب نعمله مرمي وكا هاو اي مقرونه ديما قال الفلفل في الاخر يعطي يفوح اكزاكتومون بون احنا نجمو رانا نحطوا البصل توا ما يقلقش وتوا باش تحط الدجاج ولا لا لا توا باش نحط البصل يتقلى ويتقلى الفلفل يزي هكا بصل بعد ما يتقلى الفلفل قداش البصل حطيت راس شطر شطر راس يزي فيه البركه اي فوالا دونك انت لا كونتيتي هذه عملت نتاع دو بيرسون جو بونس نتاع دو بيرسون دو بيرسون دونك حطينا 250 غرام هكاك لسان عصفور هكا فوالا 250 هذايا بلوس مي انا مانيش باش ناخذ الكل خاطر هذايا على زوزة فخاف برشا جوست باش ناخذ شويه منها اكا هاو داكور دونك نستناو الفلفل اللي يتقلى والبصل يتقلى كي نخرجوا الفلفل نحطوا طماطم كيما قلت لك باش نعملوها حمراء مش نعملوها زعراء باش نعملوا شويه تقليها بالقدا باش نحيوا الكروسيه نحل الكروسيه نمرقها شويه نعاود نفوح خاطر الدجاج اللي حطيته والوقت هذا الكل الدجاج قاعد في اللفاح نتاعو قاعد في اللفاح نتاعو ماني فيك فوالا وما نرميش تو سويت راه مش مع الطماطم نخلي الطماطم تغلي تبقبق تنحك تنقص منها شويه القروسيه هو الدجاج بطبيعته ما يبطاش ياسر في التاتيب ما فيهوش روح وكيف ترميه الدجاج انت في وسط الصوص ديجا بعد ما هي غليت الدجاج ما يتفتفتش مش كيما ترميه من الاول يتقلى انت تمرق الصوص قبل ما تحط الدجاج فوالا هكاكا يقعد شاد روحه الدجاج ما يتحلش وما ما يتحلش حتى الوقت نتاع التطيب نتاعو ياخذ اكثر وقت اقل وقت لا
يطيب فيسع فيسع معناتها هو يطيب فيسع ما ترميه انت وفي لاصوص قاعده تطيب يشد روحه دونك ياخذ اكثر وقت في التطيب نتاعو فوالا بديت قاعده هكا تشتش حط لك الماء يسخن ولا سخون الماء اي هاو بحذايا تو جوست ننزل عليها نقص شويه باش البصل ما يتحرقش ناخذ صحن نحط فيه قرن فلفل هات نخرج لك القرن الفلفل اي هذايا هكا يزي فيه البركه الطماطم داكا هكا يزي دونك النار اذا نقصوا شويه اي باش نقص النار انا بطبيعتي ديما راني نطيب على نار سله سله افاخ كل شيء نطيب على نار هاديه كل شيء وهي اللي هي تجي تاخذ وقتها تجي باش تغلي باش تحطها ياسر قويه النار شو سخا اوبليجي باش تزيد برشا ماء وكي تزيد برشا ماء الروح نتاع الماكله الكل سي. تمشي تمشي تمسات بين عونك في حاجه شيف اسمع بوغ لانستون والله كنت تحب تاخذ الشربه ليش نقعد في الكوجينه واقفه نتفرج خاطر لا لا هي دقيقه واحده هاني جيتك فوالا دونك توا مرقنا خليني نوريهم السيد المشاهدين بلاش مش برشا كيفاش فوالا هاكا ماهيش برشا ما يلزمش فما برشا ماء فوالا باش نحطوا بعد الدجاج فوالا شنو باش نعمل باش نعطيك انا توا المعجنه هذيا هكا نحطوا فيها الشربه مش كلها هكا الوغ تحط شطر يزي وتحط لها شويه زيت شويه زيت سمن في الاخر سمن هذاك في الاخر اي هكا سبا ولا نكملها لا يزي فيه البركه يزي يزي هكاك يزي شويه ملح نو لا هي ديجا مالحه انا با بزوان داك شنو اللي نملحوا نملحوا الكسكسي نملحوه نتاع البكويت خاطر يبدا هو ديجا مسوس مي توسكي هكا الشوربه ولا النواصر والكل ما نسحقوش باش نحطوا لهم ملح انا في داري مش لسه نحرك بدايه الحقيقه انا بيجي بدايه راهو اما مش هوني انا بالمغرفه الوغ شو احنا توا باش نعاودوا الفاح اللي عملناه هذاك باش نعاودوه هوني في الصوص بيان سور اكثر كونتيتي خاطر قبيله دوبلاش حطيت دونك نعاودوا شويه ملح فلفل اكحل الهروس كل شيء الفلفل الشيء الكل باش نزيدوا الوغ نوا دو موسكات اي سي هذايا السيناتور نتاعك شيف اسماء وشويه كانيل شويه كانيل شنو باش نعمل تنقول لك كيفاش باش نعملوا الكانيل نجبدوا المقفول والكسكاسه وي ديجا احنا الماء هكا سخون يلا فوالا يزي واللي يحب اكثر حراريه يحط اكثر في الشيخ اي مو دي بريفيرونس فوالا مش حار برشا دونك نحط ديريكت الشوربه تحط الشوربه عن الفلفل الشيح هذا باش نرمي ما نحبش نقليه انا باش ما يتحرقش نحطوا هكا في كيف نزيد شويه ماء وعندك الباتون كانيل هذا نقسمه في اثنين حطوا واحده لهنا فوالا ونحطوا شطر الاخر هوني وناخذوا نواد مسكال الوغ عندنا لا بتيت غاف هوني دونك حتى هوني لا يدوري نحطوا هوني نخاف تقلق جماعه من غادي نحطوا غاديكا فوالا شنو اللي باش نعمل باش نحط توا شويه نواد موسكاد هوني وشويه شويه ماء دقيقه واحده فوالا حط زيد شويه ماء غاديكا بسم الله ونحطوا الماء هوني تصبوا هذاك الكل هوني صبوا الكل باش تصور بالبدا تخي بيان فوالا فوالا نشعل الغاز خلي هوني توا الغاز قوي فما حتى مشكل شنو اللي باش نعملوا رندا احنا باش نغطيوها باش نغطي ونحطوا منديله ما بين الكسكاس دونك هذه لاستوس باش الفابور يرجع وما ما تعجنش فوالا ما يتعجنش ونحطوا الخطا اللي عندنا نحطوا الخطا هكاك باش البات نتاعنا ما تعجنش داكور دو الوغ هوني نخليو هذه تعمل شويه شنو باش نعملوا احنا توا باش ناخذوا نبداو الفلوتي نتاعنا باهي الوغ شنو اللي باش نعمل كيما قلت لك باش نعملوها احنا هذيا
si tu veux, enfin, je ne vais pas dire végétarien, car je vais manger avec les adam, femme des végétariens, il y a l'adam. L'adam ne rentre pas. Voilà. لا فما اللي يقول لك لا ما نحب حتى دي فيجيتاريان راهو ما يحبوا خضره صافي خضره صافي باش نحطوا الزبده ونحطوا البصل الكل وهوني حضرت لنا كاغوت عندنا سنيريا وبطاطا القراع الاخضر فوالا شو اللي عندك مر احمر والله تو دي بون انت قد اللي قد اللي تحب انت تبدا عندك بريفيرونس في خضره معينه تزيد منها اكثر فما اللي ما يحبش بطاطا بايزون تشيلها شويه هي البطاطا مانيش باش نحطها الكل انا يعني هي البطاطا راهي باش تعمل ليزون شفتوا اللي عنده قراع اخضر بوتو احمر النجم يحط القراع الاحمر زاد راه هذه باش نحطوا الكل وعندنا العدس هوني اللي هو هذايا معناتها اللي باش يعوض لنا اللحم ولا العدس تشبشيسه هكاك ما تقليش شي وحده شويه لا من الاول لا لا ولا تقلي كل شيء مع بعضه شو باش نعمل باش نحط شويه ثوم فوالا ونحطوها تغلي دونك انا شنو باش نعمل هوني باش نقل الطنجره نتاعنا غادي هذايا غابيد على الاخر هذايا تخي غابيد هذايا اذا كان طابت سفناريا اي هذول اكثر حاجه تشد والعدس زايده شويه في زعيتي بالعدس المقشر في زعيتي مقشر اي فوالا ونحطوا نقليوا هذه الزبده هوني دونك شوف اسماء توا جوست هذيك باش تمرقها الفلوتي اي نخليه هكا يتقلى شويه ومن بعد نمرق كها ما نزيدوها حتى شوي بعد توا بعد ما نمرق ونفوح ما نحطش الفاح توا باهي ملا تحرق لي ملا خليك ونشوف شيف سيسينا ونرجع لي خاطر ونرجع لك اي فوالا سيسينا وين وصلت؟ وصلت كما قلت لك خرجت الكوش الاولى نتاع الفستق باش نخليها هنا على جنب وبديت تحضر دوزيام كوش دوزيام كوش انا ما فتكش راهو هنايا اش عملت؟ خذيت 100 غرام جولدينا اللي قبيله ديجا ذوبتها خليتها تبرد شويه 120 غرام زدت عليها 120 غرام سكر 35 غرام نوازيت بات نتاع نوازيت و25 غرام بوفريوه مهروشه ديما نحب هكا تقرمشه نتاع الفيكيا تبدا موجوده وخلطتهم مع بعضهم بالكدا وسميد المحمر زاد كالعاده كيف كيف توا في الاخر باش نحط الكريم ليكيد اللي هي 20 غرام كريم ليكيد و50 غرام حليب وبيان سور ما ننساوش الساشي نتاع الفلور دورانجي نتاع فانواز بالطبيعه هي اللي باش تبدلنا لنا بي اللي يحب يعملها 100% بيستاش والا 100% نوازيت مثلا الريسيت هذه اللي عطيت لك انا نتاع الفستق يضربها في ماتش بورجواز وقتها صحيت تولي نوازيت والا بيستاش ولا اموند معناها تولي 240 غرام سكر 260 غرام سميد 140 غرام بوفريوه و 200 غرام جولدينه صحيت هكاكا في كوش وحده فهمت تو باش نزيدو السميد تو باش نزيدو بسم الله السميد اللي هو ديجا وندخلوها للفوغ 10 مينوت صحيت 10 دقائق لا تو 15 دقيقة باش تدخل على 100 الأولانية 10 دقائق الثانية 15 دقيقة على 175 درجة والشحور حضر الشحور حضر من قبيلة وخليته يبرد على روحه لو طون اللي نحضروا خلينا نوريك كيفاش نحطوها شوف هذه التكستور نتاع الكوش الاولى كيفاش تخرج ماهيش طايبه ماهيش طايبه 100% اما هي بطبيعتها باش تقعد هكا من بعد وقت مع الدوزيام كوش دونك في ربع ساعه هذيك باش تحضر الريحه يا سيسي الريحه نتاع البوفريوه ما شاء الله ضربه بالكدا ان شاء الله هذه ينجموا يحضروها قبل شقان الفطر كما في الليل زاد ينجموا يحضروها ويحطوها في الفريجيدير تبيت على روحها وليمة غدوة يسخنوا يبدا الشحور نتاعهم ديجا سخون وي وذكرنا بعد كيفاش الشحور كيفاش باش نعرفوه طيب هذه قلت لك نحب نتعلمها هو سهل على الاخر برشا اسمعني كان باش يحطوا يطيبوها على نار متوسطه يحسبوا له خمسه دقائق بين خمسه وسبعة دقائق بعد الغليان هذيك هي ولاسيوس هي تحط القرص من له سيتو صحيت دونك نستويوها توا الكوش نتاعنا بالكدا نحاولوا نفرقوها على المول نتاعنا الكل وتبدا مستويه ومرتوبه ما تخافوش منها باهي سي سينا دونك هذا باش تحطو توا في الفور اي 15 مينوت اي على 175 درجه وبعد كي تجي تشحر بعد كي نرجع بحذاك بالطبيعه باش ترجع بحذايا نوري شيف اسماء نهز لك هذوما شيف اسماء الوغ رندا انا مرقت شويه راني الفلوتي باش العدس ما يتحرقش داكور لو طون اللي كما قلت لك قبيله لا مازلت ما فوحتش نفوحوا مع بعضنا دونك كما قلت لك قبيله نستناو حتى تغلي شويه الصوص ونحطوا الدجاج ماهيش ممرقه برشا معناها لا مش برشا
كمام أسي. انا راهو ديما كي اللي قلت لك نار هاديه ونحاول باش الماء كيف كيف نحطه بشويه بشويه خاطر كي تحط برشا ماء سله سله ما فوالا هذيك شويه منه. عندنا كعبه بطاطا ديجا مقشره انا اون جينيرال راني نغسلها ونحطها بقشورها باش ما تفتفتش حكها مليح مليح وتحطها بقشورها انا اليوم قشرتها كمام دونك نخليو هذيك تطيب على روحها توا الشوربه بدات تفور هاو كريت كيفاش ما شاء الله انا تسقي هكا حاجه تفور ديما نعمل ما تسقيهاش مدين التفيره وتفيره اما توا لو طون اللي تجيش خليه يحكي شويه هكا الصوص بلوتو تاخذ بعد تصب عليها شويه مرقه فوالا اما نعمل هكا في الوسط نخليها باش الكابور يتعدى يعطيك الصحه توا شنو اللي باش نعملوا باش نفوحوا الفلوتي قبي عليها شويه في الغاز لا مش توا داكو خليني ساعه نمرق من بعد بالكدا نحط الماء يسخن دونك نحطوا الملح نحاولوا ما نحطوش برشا خاطر ديجا حتى نحطوا الفرماج من بعد لا ابا خاطر هما ديجا الخضره فيها الملح نتاعها من عند ربي دونك زيت نحط شويه فلفل اكحل بور لو جو اي لا فاموز نواد موسكات اللي يحب يحطها توا واللي يحب يحطها من بعد حتى في الاخر بكل زاد تجي بنينه على الاخر تاعك الجو اقوى اكزاكتومون انا نحط توا شويه وفي الاخر تزيد باش نجي نسرب اما ما تزيد شكل رشا في الاكحل في الاخر لا نحطوا توا في الاكحل دونك فوالا هاوك توا نمرق بالكدا ساي الريحه بدات تطلع نمرق رويح ما بختو عند سيسينا من الغادي شوف اسمنا من هوني شد روحك الحمد لله هذايا باغ كونتر نمرقوه اون فوا بور توت ما نقعدوش نمشيو نجيو عليه نحطو مرة برك ديجا هي سي تحطها الكل ومن بعد ترحيها ولا تخليها؟ لا انا ما نرحيهاش انا ما نحبش الكلافز مرحيه ديجا القوة نتاعها دوك تعطي كل شيء ومن بعد تخرج فوالا نربطوها باش ما نحق باش ما تفرتناش ونخليوها غادي على روحو نقويو شوية انا هذه الحاجة هكا بوغ موا با بلوس دان كار دور باش يقعد المنافع نتاع الخضر الكل تقعد في وسع حتى كان تقعد في النار هو ليسونسيل سيكو البطاطا تطيب حتى كان تقعد في النار يا ناقصه ما تقلقش احنا ناكلوها غابي ولا ناكلوها حتى صحيحه اي وهي تقعد فيها المنفعه اكثر السفنيري كي ما تطيبش برشا فوالا دونك نحيو الكلافز ونرحيو كل شيء واللي يحب يحط ورقه رند يحط ورقه رند داكا واللي ما يحبش ما يحطش نذكروا السيده المشاهدين دونك الفلوتي لهنا نتاع شيف اسماء حطينا ثلاثة نوع متاع خضرة حطينا بطاطا سفنيريا قراع أخضر مرقنا وبعد حطينا الكلافس فوحنا ملح وفلفل أكحل وشوية نواد موسكات مرقناها بالكدا وتقعد تسيب على روحها سلة سلة هوني عنا الشربة لسان عصفور قاعدة تمشي ما شاء الله الريحة تهبل دوك لاستوس نتاع شيف أسماء نقليو من الأول الزيت والبصل والطماطم والدجاج يقعد مفوح وبعد نزيدوا الدجاج نتاعنا وتوا باش نحط شويه صوص شويه بركه باش المرقه ساعه ما تهبطليش اللوطه ديجا بشكل تاخذ الجو نتاع المرقه بالكدا باش تشرب وتنفخ بشويه بشويه تبدا فوالا دونك لو طون احنا باش نخليوها خاطر ما تخوفش هي الشوربه لو طون اللي تيب الدجاج تقعد هي على روحها هوني هكا تفوق طب نورمالمون تجي هي والدجاج قد توا باش نمشي بحدا شيف سيسينا شويه وقد نشم ريحه منا ومنا ما شاء الله انا بريس كل شيء احنا كملنا احنا انا بريس في صافي نستنى فيك اللحظه نتاع الشحور اللي كان من فوق حتى تكمل التيب كما قلت لك انا دخلتها باش تيب 15 دقيقه على 175 درجه من بعد نخرجوها نشحروها الشحور يكون دافي شويه والبسبوسه تكون سخونه بالكدا نشحروها باش نزينوها بالفيكيا. باهي البسبوسه نتاع شيف سيسينا في الفور، الشوربه مفوره نتاع شيف اسماء قاعده تحضر، نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا لكم. دوك توا سقينا الشوربه المفوره حطيناها في الفور تتجمر وباش نشوفوا مع شيف سيسينا هذي توا باش نشحروا صحيح ما شاء الله خرجت من الفور ريحه فوالا الريحه بسم الله ما شاء الله بالحق دونك نعاود نذكر بالنسبه للكويسون طيبناها من الاول 10 دقائق على 175 درجه وبعد 15 دقيقه حطينا الكوش الثانيه نتاع البوفريوا 15 دقيقه على 175 درجه وهي وهي سخونه نشحروها أيوة الشحور نتاعي ديجا دافي باش ناخذ هكايا كوردون ونقبها شويه
تمشي تشربها الشهور بالكدا. وديما نسيسو راهي خاطرها هي بطبيعتها ترية. توا باش نبداو نشحروها كيما تنجموا تخليوها راهي بلا شحور. اي زولي الحلو برشا اي خاطر هي بطبيعتها هي فوندونت راهو هذيك الرول نتاع السكر اللي خدمناه مع الزبده من الاول باش تقعد تريه من داخل التريه وامورها واضحه. يعني اللي يحب يشحر واللي ما يحبش ينجم يخليها صحيح. بعديك هذيك يقعد اليوم هما يعني كل واحد كيفاش يحب. وتاخذ وقتها باش تشرب الشحور؟ لا ميم با 15 دقيقة ومن بعد ينجموا يخرجوها من المول نتاعها. دونك نخليوها تبرد وتشرب الشحور نتاعها بالكدا وانا باش نمشي توا مع الشيف أسماء. داكوغ. نكمل معاك شيف أسماء الريحة تعيط لي من بكري. فوالا عنا الفلوتي توا. احذر يظهر لي لازموا راحية. فوالا بجي غاف. نشوفوا البلونجور. اوبس روس الهابس. فوالا فات عليك. دونك نرحيوه. دونك تاب هو كل شيء تاب. كل شيء تاب. نحيت الكلاف زينة. اي. فوالا. دونك توا باش نزيدوا الكريم ليكيد. لا مش توا نزيدوا الكريم ليكيد. لا لا مش وقت اللي تبرد. احنا باش نزيدوا الكريم ليكيد كي تبدا في نفرغوا في البلا دو دريساج والا ما تحطش الكل. لا ما نحطش الكل خاطر تنجم تبات. داكوغ. ماذا بينا وقت اللي تبات الحاجه اونيفيت الكريم فريش والعظم خاطر باش نشيها بالعظم. كي نشيتها بالعظم وحطيت لها الكريم ليكيد يلفو لا كونسومي. داكوغ. كان تعرف روحك باش تخلي منها ماذا بيك تحط في الماعون نتاعك. شنو اللي باش نعمل انا توا؟ الوغ باش ناخذ العظمه ناخذ جوست الاصفر. دوك توا باش تيبس شويه باش تعقد؟ نو با فورسيمون انا هذايا بور لو جو راهو. داكوغ نحطوا الاصفر غاديكا. ميرسي. فوالا دونك نعملوا عصير قارص باش نحيوا الزفوريه نتاع العظم. ونجمو نعملوها من غير عظم؟ اللي ما يحبش العظم هكا ما يعملش بيان سور. دونك ناخذوا فرقيتا نخلطوها هكا ومادام الفلوتي سخون نحطوها نصبوها على العظم. شفت لا كونسيستانس كي فيها هكا مش جاريه برشا مش جاريه وماهيش كي خاطره اون ديغي بيوري دو بوم دو تيغ ولا وحطينا ما حطيناش برشا بطاطا زاد احنا جوست عملت ليزون اي فوالا توا احنا اللون هذايا على خاطر بالسفناريا والقرع الاخضر نعرفوه اللي هو ماهوش غامق. فوالا نحطو هوني ناخذوا المغيرفه هذيا هي كارها كبيره ما يقلقش. اللي ما يحبش العظم يقول لك لا مازال نيا لحقوه ما عادش نيا. حاجه سخونه نورمالمون يطيب يطيب القارص يطيب يطيب ويعطيك الصحه. القارص يطيب العظم. فوالا. دوك تو نزيدوا شويه جبن مرحي وال بل جبن مرحي باش ناخذوا شويه الكريم ليكيد. نخرج لك الشربه فورا من الفرن. وي تعمل مزيه حطها لي هوني. وين بديت نزين يا رندا؟ لا عاد استناني سي سينا. عاي حتى انا نحب نحضر راهو. فوالا جوست هكا سي بور غازينا وحتى لو جو واللي يحب واللي يحب اكثر ينجم يحط من بعد وحده في البول نتاعو. فوالا هكا يزي ناخذ شويه جبن غابي كل حاجه. انا قداش مركزه مع الجبن من بكري لا خاطر هو يبن برشا راهو. انا علاش جي شوازي نعمل بلاش دجاج ولا بلاش لحم خاطر قوي هو هكا فيه بركه. دونك فوالا نحطوا العظم ونحطوا ديجا فما البروتين كل موجود موجوده في العدس وفي العظم. دونك هذه هكا ما شاء الله الريحه تشهي لا المنظر زيده كل شيء موجود. انا شنو نعمل لك ما تعرفني عاد انا هذيا يلزمك الرشه الاخرانيه هذيك دوب بلاش هكا. انت ما زدتش من بكري بعد لا ما زدتش نحب نزيد هكا توا باش يقعد لوغو نتاعو. فوالا سورتو كو نوا دو موسكاد راهو الناس اللي عندهم مشكل في المعده ينجموا ينحيوا الفلفل الاكحل ويحطوا نوا دو موسكاد ويلو غومبلاس باغ لا نوا دو موسكاد. دوك توا باش تزين الشربه مفوره الشربه مفوره نعاونك في حاجه ولا نمشي نكمل؟ لا امشي كمل معايا. نحب نشوف سيسينا. سيسينا فتني برشا هولي حبيت نشوفك ما شاء الله كي قلبت
جوست انا نحيتها من المول نتاعها نخليوها انا ما خليتهاش تبرد الحقيقه برشا جوست هكا ما شدت ليه ما شالها شاده روحها هي اي ومن بعد هما بالمستحسن يخليوها على الاقل 15 ولا 20 دقيقه باش نجموا ينحيوها من المول نتاعها هوني عندي زينيها بالفستق مهروش فستق فيه البودر مخلط ما بين البودر وما بين الفستق المهروش كيما زاد ينجموا يزينوا بالبوفريوه فهمت وكاو تو باش لفوها الكل بالفستق وديك هي ونجمو زينو باللي نحبوها فخيتو طبيعه كل واحد كيما حتى كي تقعد هكيكه محليها زيد حتى كي تقعد هكيكه كيف محليها الشكور من الفوق وكل مزيانه صح تحيه هلا دونك يعطيك الصحه بشويه عايشك ميرسي الفيكي هذه اللي تطيح الكل نعاودو نزينو بها ونتبعو بشويه بشويه هذا الكل نخرجوه وعندي شوش ورد زيدة وعندي شوية فويدر اي كيف كيف اي سيسينا باش نفرغ لك شوية المعون لو طون انا كملت زين وكيما قلت لك رندا لازمهم يخليوها تبرد شوية تبرد. وبعد ذيك اي يحلوها من ينحيوها من شف اسمع كان كملت جيب لنا البلا ما شاء الله نزيدوها شويه فايده وشويه كما قلت لك عندي هنا شوش ورد هذه هلال رمضان اي ديجا هذه كيما تشوف هلال رمضان ان شاء الله يتعدى شهر اخضر ومبروك علينا وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يعيشك امين يا رب لا جوست باش نكمل شويه فايده ونظف البلا بتاعي هكا باش ناخذ باس لازم هذي يزين وبعديك كل واحد حر كيفاش يحب يزينها اما اهم حاجه انكم تخليوها تبرد شويه وكها مش تشد روحها نجموا قصوها نجموا يزينوها وينجموا كل شيء انا اكثر تتعمل قبل شقايفه كبيره ويحلى فيها في الزينه خاطر من الزيت سخونه فوالا يعطيك الصحه سي سينا يعيشك المنيو بتاعنا حذر اليوم ما شاء الله يا البسبوسة تشهي مانيفيك يعطيك الصحة شيف أسماء عايشك هذيا الشربة مفورة كعبة كعبة الفولوتي فوالا حاجة تعمل 66 كيف البسبوسة ما نعرفش باش نبداو بالديسير في العشية توا ولا باش نبداو بالشربة دونك إن شاء الله اليوم المنيو عجبكم كما شفتوا شيف أسماء يعطيك الصحة دونك حضرت لنا الشربة المفورة شيف سيسينا حضرت لنا البسبوسه بورجواز دونك كان عجبتكم تبرت اليوم وجربتوها ما تنساوش باش تبارتاجيو معنا على الباج فيسبوك الكوجينا ونتقابلوا غدوه في بنه جديده شهيه طيبه فانواز حلوة منك محلاك محلاك يا لميمة ما كريم نوازيت فانواز فيها برشا بوفريوة و سان ويل دو بالم